السلام عليكم احلى كيف راكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كنبارك لكم لعيد المولد النبوي كنتمنى اه من ربي تفوتوه بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم بهذه المناسبه غادي نقترح نحتار... عليكم فقاص رائع جدا بواحد السر عجيب جدا كيعطيه اللون كيف ما شفتو تيجي اللون ديالو بحال كافي كريم تيجي غزال جدا كذلك الرائحه ديالو تتجي غزاله بزاف انا اعطيكم اسرار نجاح الفقاص يعني باش ما يتكسرناش باش ما يتشققش وكذلك باش يجي رائع رائع جدا جميع جميل وجميع الحيل باش ينجح لكم الفقاس ديالكم قبل من هذا ما تنسوش تشاركوا في القناة ضغطوا على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو أبوني سبسكرايب اشتراك ضروري ما تضغطوا على الجرس الموجود بجانبي تأكدوا أنه تغيروا أثبح بهذا الشكل وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر لايك جمع إعجاب بالنسبة للمكونات فهي جميع المكونات الأساسية اللي كنحتاجو تحت الفقص إلا أني أنا عندي إضافة كنضيفها دائما كتعطي اللون والرائحة وكذلك نسبة من الطوق خطيرة جدا غادي نحتاجو على بركة الله 50 جرام من اللوز مرطب في الماء الزهر تقريبا زوج البيضات صغار يعني 75 غرام من البيض نحتاج كذلك 50 مليلتر من الزيت 20 مليلتر من ماء الزهر 20 غرام من الزنجلان او السمسم 3 غرام من النافع 4 غرام من الخميره الكيماويه 250 غرام من الدقيق الابيض وخمسين غرام من السكر وغادي نحتاجو رشيشة ديال الملح هادو هما المكونات الأساسية لهاد الفقاس والسر اللي نضيف له أنا هو الفلون بنكهة الكراميل ما تستغربوش البنات كتعطي مذاق ورائحه ما نقول لكم شو حتى الكولور كت يعني كتعطي كولور كيف ما شفتوا فحال كافي كريم اللون ديالو كيجي فن بالنسبه للطريقه فهي بسيطه في المضرب ديال الخلاط الكهربائي غادي نضيفو زوج بيضات صغار اللي هما 75 غرام مع زيت المائده 50 ملل مع ماء الزهر 20 ملل ثم غادي نضيفو السكر 50 غرام والسيده يمكن لها تنقص او تزيد بالنسبه لي انا كيعجبني الفقاس يكون محلوش بزاف يعني على حسب ذوق كل اخت غادي نوضعو هاد المكونات السائله تطرب دون زان بروميي طون حتى ترغي ويتحول الخليط الابيض كيف ما كيظهر امامكم من بعد ذلك من بعد تالي كنكون غربلت 250 غرام او رابعة او جبانة متوسطة من الدقيق الابيض غنضيف ليها المكونات السائلة اللي طربت في الخلاط الكهربائي ثم غنضيف ليها باقي المكونات اللي هي الزنجلان 20 غرام ثم النافع 3 غرام وكذلك الخميرة الكيماوية اللي 4 غرام ونضيف رشيشة ديال الملح بالنسبه لي عطيت المقادير مضبوطه جدا البنات يعني ما يمكنش لكم هذا الفقاس غير تبعوا المراحل والطريقه لان المقادير مضبوطه جدا بالنسبه للسيدات كيطلبوا مني مقادير بالكاس او جبانه لان كل سيده وجبانه ديالها كاين جبانه الكبيرة كبيره كاين المتوسطه كذلك حتى الكاس الشهير الكاس العنبه فهو كاين الكبير وكاين الصغير لذا بعض السيدات ما كينجحوش ليهم الوصفات من الاحسن نعملوا المقادير مضبوطه بالميزان وتبارك الله راه المغرب فيه الاثمنه مناسبه للميزان من بعد ذلك غادي نضيف السر ديالي اللي هو الفلون بنكهه الكراميل غادي نضيف ملعقه كبيره ويمكن السيده لما حبتش تعمل هاد العمليه يمكن ليها تجمع كل شيء في القصعه يعني كتخلط المواد الاساسيه غير باليد ديالها فهي بسيطه ومن بعد ذلك تضيف ليها الدقيقه بالتدريج يعني المواد الجافه والمنسمات غير وكان بالنسبه للسيده اللي كانت مدروكه ومزروبه فالخلاط الكهربائي والعجانه كيفيو بالغرض تنضيفوا جميع المكونات مع بعضياتها ثم تنعملوها تتعجن في البيتخا وخاص العجين يكون ماشي رخ وماشي قاصح يعني ما بين البينين من بعد ما كتشكل لي العجينة من بعد ما كتعجن بالنسبة للمكونات فهي كافية أنها تجمع لي العجينة كيف ما شفتو ما كتلصقش في اليدين كنحاول نقطعها على زوج القطع على حسب السيدة ووش حبات إلا كانت حابة أنها تعملهم حلي القاع أو فقا صغير يمكن لها تقسم على ثلاثة كنحاول نكورهم ثم تنعطيهم حريبيلات كيما شفتو القوام ديال العجينه تتكون ماشي رخوه وماشي قاصحه تنحاول نشكلهم على شكل ديال حريبيلات بالنسبه للخليط الثاني دي نحتاجوا الحليب قهوه سريعه الذوبان والكاكاو المر اي كاكاو غير محلى هادو من المكونات اللي كتعطي لون رائع جدا بعض السيدات تيعملوا البيض مع القهوه سريعه الذوبا وكيدهنوا الفقاس هذا هو السر البنات انه تيتفقع و وتيتشقق لان الفقاس تنخليوه مده طويله في الفرن نسبيا يعني طويله باش يطيب من الداخل ماشي غير يتحمر لينا من على برا ويبقى خضر من الداخل لذا البيض كيساعد انه كيتشقق من الفوق وكيتكسر لينا فهذه الطريقه رائعه جدا الكاكاو كيعطي اه واحد الكولور غزال جدا يعني كيجي من ملي تنعملو في الفوق ديالو يعني تنعملو المقادير اوكي غادي نعملو معلقه صغيره من الكاكاو غير محلى مع معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان والحليب السائل وغادي نخلطو هاد المكونات كنتمنى البنات الفكره تكون واضحه البيض هو اللي تيشقق لينا الفقاس من الاحسن نتفادوه وهذا الخليط الدهن راه كيعطي لون مارون غامق غزال وبلا ما كيبقى لنا المشكله الزفوره ديال البيض كذلك كيف ما قلت لكم تنحاولوا نعطيوهم هاد لا فورم ديال المستطيل يعني دي بودا ونحاولوا نضغطوا عليه ضغطه خفيفه جدا من الفوق وبالنسبه للسيدات كتذكير اللي بغات تقص تقطع اللوز يمكن ليها انا عملته كامل بالنسبه للسيدات المبتدئات من الاحسن يقطعوه باش ما يعذبهمش وهما تيقطعوا الفقاس تندهنوا الوجه ديال الفقاس بهذا الخليط خصنا البنات ضروري ما نتكول في القص ديالنا سواء بالبرا او كيوردون باش نعملو فحال الشوميني ملي غيخرج هذاك لا لي اللي غادي يكون في القص وباش ما يتكسرناش ملي نكونو نقطعو فيه وكذلك ما يتشقق وبالنسبه للاشكال كتبقى اختياريه تنحاولوا نشكلوه بالفورشيت على حسب الذوق ومن بعد ذلك تندخلوه الفران لاول مره على درجه 150 لمده 30 دقيقه من بعد ذلك تنخرجوه كيفما شفتو يعني ما تيكونش قابط راسو يعني يابس بزاف او ميم طون ما كيكونش مازال طري كيف ما من الاسفل واللون ديالو تيجي غزال جدا غزال جدا بليفي ديال الكراميل اللي عملناه او فلون بنكهه الكراميل عندي منديل من الديب الماء والماء الزهر غادي نحاول نغلفو به ونخليه حتى لغد ليه وبالنسبه للسيده اللي كانت عملاته في الصباح يمكن لها تقسمو في العشيه لا عملاته بالليل يمكن لها تقطعو حتى حتى ليه من بعد ما تنعملوه في منديله ضروري البنات كذلك في بلاستيك غذائي هذا هو المرسو الاول غنحاول نقطعو معاكم تبع تكنيك البنات فهي واحده يعني باش ما يتكسرناش الفقاس تنحاولوا نقبطوه بالاصابع ديالنا بشكل جيد من الجوانب وتنستعملوا ضروري سكين يكون حاد جدا يعني تنمشيو ونجي وحنا نازلين ماشي غادي نستعملوا مثلا سكين من شاري او حاجه يعني غادي تكسرنا بسهوله ضروري تكون الشفره ديال الموس حاده وحنا غاديين وماجين وتنضغطوا امونطون للاسفل بطريقه سهله جدا كيف ما شفتوا ما كيتكسر منه حتى قطعه وترجعوه للبلاك كيدخل الفرن وما لما كناش عاملين فيه بابي سولفيرزي لانه ما غاديش يلصق بنفس الطريقه كنستمروا بالنسبه للبودان تاني هذا الراس تنزولوه بعد ذلك تندخلوه للفرن للمره الثانيه لمده 35 دقيقه على درجه 170 المره الاولى دخلناه لدرجه 150 لمده نصف ساعه اي 30 دقيقه والمره الثانيه لمده 35 دقيقه على درجه 170 كنظن البنات الطريقه مضبوطه وكذلك المكونات مضبوطه بالميلي يعني ما كاينش علاش ميجحش لكم هاد الفقاس عطيتكم اغلبيه لاستيس للكولور ديالو السر ديالو هو الفلون بنكهه الكراميل كيف ما شفتوا الكولور تيجي كافي كريم يهبل وكذلك النسمه ديالو تيجي دي المذاق ديال النافع ديال اللوز حاضرين بشكل قوي كيف ما شفتوا لاستيوس باش ما يتكسلناش ضروري ما بال... سواء بالبراء او بكوردون دهنو ما ندهنوش الوجه ديالو بالبيض وكذلك التزموا بالوقت اللي دخلوا فيه الفرن كنشكركم بنات لمتابعتي للاخير اللي عجبها لا فيديو ما تضغط على زر لايك جيم اعجاب واللي عندك كذلك اي سؤال اي استفسار تدعوا لي اسفل لا فيديو وان شاء الله نجاوبها عليه كنشكركم حبيباتي لمتابعتي للاخير ومره اخرى عيد مبارك سعيد للجميع